اهلا مريضاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. اليوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. تعطلت عليكم البنات وغبرت على اليوتيوب شي 8 شهور هذه ما حطيت حتى شي فيديو. المهم اليوم سست العجز وقلت والو غادي نرجع نبدا نصور. الصراحه توحشت التصوير وما بقيتش عارفه راسي فين غنشوف، واش الكاميرا من هنا ولا نشوف راسي من هنا. المهم غيبانوا لكم عينيا كيحوالوا كيتقادوا، غير اعذروني في هذا الفيديو حيت راه موده هذه ما صورت. المهم البنات، الفيديو اللي غادي نصور معكم اليوم عباره على الروتين ديالي الليلي اللي كندير وجهي. راه عندي بزاف ديال البرودويات وعندي بزاف ديال المنتوجات، بزاف ديال الوصفات، المهم بزاف ديال الحوايج اللي جربتهم في هاد 8 شهور كامله واكيد خبيتهم باش نتقاسمهم معكم. المهم اول حاجه غادي نبداو بها انني غادي نغسل الوجه ديالي بهذا الغسول هذا ديال اس بي اف. عرفتوا البنات غادي نجمع شعري وغنرجع معكم نغسل وجهي. كي كتشوفوا راه وجهي ميدم دهني، راه نقولوا تقريبا شي 6 سوايع ما غسلتش وجهي اولا اكثر. وغادي نتقاسم معكم الكريم اللي كنستعمل. المهم اي حاجه غنستعملها في هذه الليله غادي نتقاسمهم معكم باش ما نطولش عليكم بزاف البنات. انا غادي نجمع الشعر ديالي وغادي نرجع لكم. شوفوا البنات جمعت شعري بهذه الطريقه العشوائيه بلا ما تديوها عليا، المهم غير جمعته باش نصور لكم بلا ما نبقى نزوق. راكم عارفين ما عنديش معاك حتى تزوق بالنسبه للبنات اللي متابعيني قدامات. بالنسبه للاضاءه مع خديت واحد البروجيكتور جديد مازال ما عرفتش كيفاش غادي نقابله مع وجهي. المهم غير عذروني في هذا الفيديو. اول حاجه كيف كتعرفوني اول حاجه كنديرها دائما وابدا بنات القدامات تفكروا معايا ايام زمان غادي ندير هذا الفوطة على حويجي باش ما نبزكش، حيت بطبيعه الحال حتى العنق ديالي غادي نغسلو. المهم الجل اللي كنغسل بيه هانتوما يا البنات راه قرب يسالي، ما بقاش فيه بزاف. هذا الدالية تقريبا شهرين ونص ديال وانا كنغسل بيه، كنعتذر تقطع ليا التصوير. بالنسبه للبنات هاد جيل نيتوايو هذا ديال البشره الدهنيه والبشره اللي تيخرج فيها الحبوب. بالنسبه ليا انا في هاد الصيف هذا في الاول ديال الصيف اولا نقدروا نقولوا من شهر 5 بحال هكاك بدا كيخرج ليا الحبوب في وجهي. راني مازال كنعالج فيه، راه غيبانوا لكم راه ما دايره لا فلتر لا حتى شي حاجه البنات، غيبانوا لكم بعد ليطاش باقين شويه، ولكن المهم راه تعالج ليا. راه كان وجهي كله طرطق بالحبوب. دابا هاد لي طاش هادو كنخبي عليكم والو البنات. بالنسبه لهاد لي طاش هادو غنوريكم باش كنعالجهم، راه كانوا عندي بزاف ديال لي طاش وتقريبا راه مشاو. كيف ما قلت لكم هذا واعر بزاف بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه او البنات اللي البشره ديالهم كيخرج فيها الحبوب. شوفوا معايا شوفوا هاد المجرمه اللي ما خلاتنيش نصور. كما قلت لكم البنات اللي البشره ديالهم كيخرج فيها الحبوب انا غادي نفزق وجهي غير باش نوريكم القوام ديالو اولا واش كيرغوي ولا لا. هانتوما كندير غير جوج رشات منه راهم كافيين غير باش نصور لكم البنات، وانا من بعد غادي نمشي قدام المرايا وغادي نغسل وجهي مزيان. راه البنات هو ما كيرغوش بزاف، ماشي من النوع ديال الصابون اولا جيل اللي غادي ديريه في وجهك وغادي تنوض فيه الرغوه بزاف، شويه وصافي كتولي هو اللون ديالو ترونسبارون اللي كديروا فيه الماء كيولي هكا اللون ديالو شويه ابيض. المهم راه تيغسل لينا مزيان البنات، راه حتى العنق ديالي كنغسلو دائما. كنقول لكم الا كنتو كتستعملوا شي برودوي شي برودوي اللي كنتو كتستعملوه على وجهكم ما تنساوش البنات حتى العنق ديالكم تغسلو وديروا البرودوي، حيت ما يمكنش تبقاي ديري شي حاجه اللي غتبيض لك وجهك اولا تعالج لك الوجه ديالك وتخلي العنق ديالك تيولي يبان الفرق كبير. البنات غادي نغسل دابا الوجه ديالي مزيان، غادي ندوز قدام المرايا ونفرك وجهي مزيان. بالنسبه لكم بغيتو تغسلو غير بيديكم، بغيتو تستعملو هادي انا ما غاديش نستعملها، غادي نحك هكا غير بيديا مزيان وغادي نرجع لكم ملي غادي نشلل وجهي باش تشوفوا النتيجه وتشوفوا بان دوك الدهون اللي وريتكم وجهي خصوصا من هاد البلاصه كيدم بزاف، غادي تشوفوا بانهم ما بقاوش. وفي نفس الوقت راه ما كينشفش لينا البشره ديالنا ديك النشوفيه اللي غتخلي لينا الوجه كيتقشر ولا شي حاجه. المهم يا البنات غادي نغسل وجهي وغادي نرجع لكم. هلا البنات من بعد ما رجعت لكم انتما كي كتشوفوا راني غسلت العنق ديالي وغسلت وجهي، غادي نحاول نشفو بالفوطه انتما نشفو باش ما بغيتو. كاين اللي كيدير كلينكس كل واحد شنو كيدير، انا عندي فوطه طبيعة الحال كتكون خاصة بالوجه وما كيمسح بها حتى شي واحد من غيري انا. شوفوا التشكيكة ديال الشعر. بالنسبة للبنات اللي كانوا عارفيني في اليوتيوب راه كانوا عارفين شعري طويل، دابا راه قصار مازال دابا راه طويل، راه كنت قطعته حتى لهنا. المهم من بعد غادي نقول لكم قصته وعلاش قطعته.
صافي البنات هانتوما حوايجنا ما كيفزقوا لا بالملل حتى شي حاجه. بالنسبه للحموريه اللي كتشوفوا فيا البنات القدامات راه عارفين بان عندي الحساسيه، يعني اي بلاصه قصتها ماشي غير في وجهي، في الجسد ديالي كلها كتولي حمراء. المهم البنات الحاجه اللي غادي ندوز ليها هو هذا افيكلار ديو بلس. هذا راه كنت وريته لكم شحال هذه سنوات فاتت، هذه باش كنت وريته لكم شي عامين ولا عامين ونص بحال هكاك، والله ما عرفت كيبانش مزيان. المهم هذا ديال لاغوش بوزاي واعر واعر يا البنات، بالنسبه للبنات اللي عندهم ليطاش ديال الحبوب، وبالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه، وبالنسبه للبنات اولا البشره ديالهم مختلطه، بالنسبه للبنات اللي تيبغيو التفتيح ديال البشره يعني توحيد اللون بهذا المفهوم، زوين بزاف البنات. انا دابا راه كنستعملو هو، وعندي واحد اخر واحد السيروم ديال اس في اخ، وكندير مره هذا مره السيروم ديال اس في اخ ان شاء الله في الفيديو الجاي او اللي موراه غادي نتقاسم معكم السيروم الاخر. بالنسبه للبنات اللي قلت لكم عندهم ليطاج ديال الحبوب او لا البشره ديالكم اللون ديالها ماشي موحد، هذا البنات راه كيدار حتى في الرقبه وكيدار حتى حول دائره العين، ما تخافوا منه حتى شي حاجه. راني قلت لكم شحال هذه كنت كنستعمله وحبست واحد المده ودابا رجعت ليه، حيت هو الصراحه اللي كيحيد الاثار ديال الحبوب. تنديروه بطريقه دائريه غير وغير بشويه وكنبقاو حتى كتمتصوا البشره كامل، راه ما تيدمش لينا البنات الوجه ديالنا وكيعطينا واحد الترطيب ترطيب ما تديوش عليه واحد الترطيب زوين للبشره. تقدروا ديروه بالنهار كيف ما تقدروا ديروه بالليل، انا هاد الايامات كنديروه بالليل ولكن ان شاء الله قريب غادي نرجعوا للنهار، حيت المنتوج اللي كنستعمل دابا بالنهار قرب يسالي وما غاديش نعاود نشريه حيت كنستعملو غير في الصيف، اما في وقت البرد ما كنستعملش هذاك المنتوج. ان شاء الله حتى هو غادي نتقاسموا معكم فيديوهات جايين كيف كتشوفوا معايا. المهم تندهنوه بهذه الطريقه على الرقبه وعلى البشره كامله وحتى من حول دائره العين وغيب شويه بطبيعه الحال هكا. غادي نستمر البنات بهذه الطريقه حتى نسالي وغادي نرجع لكم باش نوريكم حاليا باش كنرطب الشفاه ديالي. وبطبيعه الحال البنات هاد الكريم الا درتو اولا اي كريم استعملتوه بالليل ماشي غير ديروه وتمشيو تنعسو، لا ضروري خصكم تسناو اقل شي واحد نص ساعه باش من اولا ساعه، ماشي ديري الكريم اولا سيروم اولا شي حاجه وتمشي تنعسي ديريكت فوق المخده، راه كتولي بحال الا ما درتي والو يعني كلشي كتمسحيه في المخده. فلهذا ضروري تستعملي المنتوج ديالك اولا الكريم ديالك اولا السيروم ديالك اولا كل واحد شنو كيستعمل تستعمليه قبل ما تنعسي. المهم البنات غادي نستمر، غادي نحبس باش ما نطولش عليكم الفيديو، غادي نسالي ونرجع لكم. من بعد ما دهنت الوجه ديالي مزيان المهم غادي نخلي شعري مطلق، اصلا كنعس به مطلق ما كنحملش نجمعو، شعري بدا كينشف ليا من التحت خصني نعاود نرجع ندير دوك الماسكات اللي كنت كندير معاكم شحال هادي. الصراحه باش ما نكذبش عليكم فهاد الصيف ملي قطعت شعري ما بقيت درت لا ماسك لا حتى شي حاجه لشعري. المهم ماشي موضوعنا دابا، الحاجه اللي غادي نديرها الشفاه ديالي هي هذه ديال فازلين صغيره. ردوا البال البنات راه فيها الاصليه واللي ماشي اصليه، فردوا البال تكونوا عارفين وما كاينش الفرق بيناتهم اللي كتشوفي فيهم، ولكن في المنتوج في الكريم كاين الاختلاف، اما في العلبه راه ما كاينش الاختلاف، لهذا خصكم تكونوا عارفين عند من كتقداو. غادي نرطب الشفاه ديالي يا البنات، راني تالفه ما عارفاش مره كيبانوا لي عينيا حولي مره كيبان لي قادين، والله ما عرفت فين غنشوف. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم تكونوا استفدتوا معايا. بالنسبه لهذا افيكلار ديو بلس غنخلي لكم الصوره ديالو البنات اللي باغين ياخذوه، وحتى هذا ديال اس في ار. بالنسبه لهذا افيكلار ديو بلس كيدير 150 درهم وبطبيعه الحال على حسب فين غتاخذوه، في البارا ثمن وفي الصيدليه ثمن وعند البارفيوم غير ثمن.
وردوا البال البنات اللي كيتقداو من البارفيوم، غير خصكم تكونوا متاكدين من البارفيوم اللي كتقداو من عنده. الا ما كنتوش متاكدين فاحسن حاجه تمشيو للبارا فارماسي، اما الصيدليه الفارماسي راه كيكون غالي بزاف، زاد في الثمن بزاف يعني. وهاد اس في ار خديته 180 درهم اولا 190 درهم شي حاجه، حيت تمسح الثمن. هذا خديته من البارا فارماسي كيف ما قلت لكم، وراه شي شهرين ونص ولا 3 شهور دابا هو وانا كنستعمل فيه. فيه 400 ml راه قرب يسالي ليا، ولكن بالنسبه ليا انا الا سالا هذا مع دابا بدا كيدخل شويه البرد ما غاديش نعاود نشريه، غادي ناخذ شي حاجه اخرى ديال البرد. راكم عارفين البشره ديالي في الصيف كتكون دهنيه وفي البرد كتكون شويه جافه. هنا وصلنا لاخر فيديو البنات، كنتمنى تكون نال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره كتشوف القناه ديالي وكتشوف الفيديوهات ديالي ما تنساش طبيعة الحال هبط تشوف الفيديوهات اللي قبل. اذا كانوا عاجبينها وعاجبها المحتوى ما تنساش تشترك عندي، دير زر الجرس باش توصل باي جديد. ما تنساونيش البنات في اللايكات في البارطاج ديالكم، وهنا غادي نخليكم وغنقول لكم باي باي حتى الفيديو الجاي.